خالد الكركي رئيس مجمع اللغة العربية الأردني. مع الملك عبد الله نشعر بقرب القيادة منا، نشعر أن همومنا وأحلامنا مودعة لديها، وأننا شركاء في وطن واحد آمن وقوي، ودولة قادرة على قبول التحدي وتحمل أعباء الوصاية الهاشمية على القدس والإصرار على حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يزيل الاحتلال ويعيد الأمن والسلام لأشقائنا في سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها، ويفتح لهم الآفاق نحو دول مدنية كما هو الحال في الأردن.